بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أحكي عن موضوع اللي هو ملخص الدراسة أو الأبستراكت، اللي هو يكتب يعني بعد فصل اللي هو خاتمة الدراسة، وراح أطبقه على دراسة بعنوان تأثير شركات التدقيق الكبرى على التحفظ المحاسبي في القطاع غير المالي في بورصة فلسطين. طبعا بشكل بسيط، الملخص الدراسي بيتكون من عناصر أساسية. لازم في الأول نحكي شو هدف الدراسة، بعدها ممكن نحط فقرات تحكي عن بيانات الدراسة، حجم العينة، فترة الدراسة، النموذج المستخدم. بعدها لازم نكتب شو نتائج الدراسة، وهذه مهمة جدا. وبعدها ممكن احنا نكتب يعني توصيات الدراسة. طبعا بالنسبة للدراسات الماجستير والبكالوريوس ومشاريع التخرج لازم يكون في عندي توصيات. طيب انا راح اشوف المثال اللي عندي. هي عندي ملخص الدراسة، فبنلاحظ انه الفقرة الاولى هي بتحكي عن هدف الدراسة. هدف الدراسة حاليا التعرف على اثر شركات الكبرى على التحفظ المحاسبي الى اخره. الفقرة الثانية بتحكي بتعطيني معلومات عن الداتا، عن البيانات الدراسية، عن الفترة، عن النموذج المستخدم. مثل ما احنا ملاحظين، هاي الفترة، هاي عينة الدراسة، وهي النموذج المستخدم. الفقرة اللي بعدها بتحكي عن نتائج الدراسة بشكل موجز جدا، بدون أي شرح، بدون أي تفصيل، يعني لأنه تفصيله احنا فصلناه في خاتمة الدراسة، وبينا هناك شو معنى هذه النتائج وشو يعني ماذا تعني. فهنا مثلا حط انه يعني الدراسة توصلت انه شركات التدقيق تزيد مستوى التحفظ المشروط وتخفض التحفظ غير المشروط، وخلص. الآن هنا بدنا نحط توصيات. طبعا هنا حاطط 3 توصيات، وطبعا هذه التوصيات موجودة أيضا وين في فصل خاتمة الدراسة، ولكن هنا بنحطها بشكل من الإيجاز والاختصار. يعني تشجع دراسة، أو عفوا، أول شيء تشجيع الشركات المدرجة على تدقيق تقاريرها لدى شركات تدقيق كبرى انه ينعمل مزيد من الدراسات حول تأثير على عوامل اخرى يعني على التحفظ، وعمل نفس الدراسة على القطاع المالي في فلسطين. طيب هيك احنا بنكون خلصنا يا ملخص الدراسة. الان الجامعات والمؤسسات العلمية اللي بتعمل مثل هذه الدراسات تشترط عادة انه ينكتب الملخص بالانجليزي ايضا، وهذه عمليا بتكون يعني معضلة وتحدي للطلاب لانه هم في الانجليزي اضعاف. الآن احنا ممكن نعمل هذا الأمر باستخدام جوجل. فاحنا بكل بساطة يعني بناخذ الأبستراكت أو ملخص الدراسة وبنحطه على جوجل ترانسليشن. هاي بنروح على جوجل ترانسليشن، ممكن نكتب مثلا ترجمة جوجل أو لآخر، فبتجيني هذه صفحة جوجل ترانسليشن. بحط النص اللي انا حطيته، هاي بيطلع لي بالانجليزي تقريبا، يعني الترجمة بتكون 90% صحيحة. انا باخذها وبحطها عندي، عفوا، باخذ هذه الترجمة وبحطها عندي. يعني لو عمل هيك، طبعا ممكن الشخص يعني مرة واحدة ياخذ كل النص يحطه هناك ويحصل على الترجمة يعني كلياتها. باخذها وبحطها في الملف عنده هنا مثلا، هاي حطيتها. الآن بدنا نظبط هذه، لأنه أكيد راح يكون في عندي بعض الأخطاء اللي يعني تنال من دقة الترجمة. وطبعا الحقيقة هنا يعني الشخص بده يكون عنده معرفة في الإنجليزي، ممكن شخص يعني يساعده أو المحاضر يعني في الآخر يعني يعدل هذه الأمور. هون مثلا ذكرت صديق aimed، إحنا عادة نستخدم ال present simple. aim to identify the impact of a major audit firms. طبعا أنا هون كيف مترجم impact of big four audit firms، هيك بكون أدق. big إحنا في المحاسبة يعني إلهم هذا مسمى معين، ف بدل ما يكون major audit firms انا شو بقول big
فور اوديت فيرمز اون كونديشنال اند كونديشنال كونسرفاتيزم، مش ريزرفيشنز، اللي هو كونسرفاتيزم، كونسرفاتيزم اللي هو التحفظ المحاسبي. باي ابلاينج ذيم تو ذا نون فاينانشال، في خطأ هنا. باي ابلاينج ذيس ستادي اند ذا نون فاينانشال، باي ابلاينج ذيس ستادي on the financial sector listed on the Palestine من كلمة ستوك هذه، لأن هي اسمها Palestine Exchange بس. وهيك يعني نصير نشوف هنا الفقرات ونعدل بما هو ايش أدق ودقيق. ففي الآخر يعني بعد تصحيح الأخطاء بتكون الأبستراكت بهذا الشكل. هو مثلا تو اتشيف، حتى انه يعني نحقق اهداف الدراسي، تم جمع البيانات من القوائم المالية المنشورة على البورصة، وهي عدد البيانات، وهي النموذج المستخدم، طيب هنا بيحكي عن النتائج، وهنا بيحكي عن الريكومنديشنز اللي هو التوصيات يعني. وهيك احنا بنكون يعني كتبنا ملخص الدراسة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. أرجو أن يكون الأمر مفهوم وواضح للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.